على من تجب؟ تجب على المسلم القادر. ما معنى المسلم القادر؟ فهي لا تجب على الكافر، لأن من شروط تكليف العبد والمكلف أن يكون مسلما. إذا ما كانش مسلم لا يطلب منه تكاليف الإسلام إلا إذا قبل بالإسلام، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قادرا. ما معنى قادر؟ أن يكون لديه زيد المال الذي يخرجه في ذاك اليوم. هذا غير على من تجب. شروط الوجوب واسمه الإسلام، زيد والقدرة. القدرة واسمه هي أن تكون في ذلك اليوم قادرا على إطعام نفسك وعيالك طوال يوم العيد، وما زاد عن قدرتك على إطعامك وإطعام من تجب نفقتك عليهم فتخرجه ولو كان قليلا. الآن على من تجب؟ تجب إخراج الزكاة على كل مسلم في الدار، ياك على نفسك زيد، وعلى من تجب النفقة عليك. اللي يسالوا لك النفقة شكون هما الواقف؟ شكون؟ زوجتك زيد، ولادك زيد، ولا عندك باك وامك في الدار، ولا عندك خالتك راك تنفق، اللي راك تنفق عليهم في الدار، هذو كلهم ان شاء الله تبارك وتعالى تلزمك اخراج الزكاة عليهم، لانك انت من يعيلهم، فعليك داخلين في العيه. داخلين فاش في الشارج ديالك، كيما تنفق عليهم طوال العام هذيك الزكاة داخلة في النفقة نتاعك عليهم. بل هي نفقة دينية تعبدية محضة، نفقة تعبدية محضة، كل شيء راه تعبد، لكن هذه واسمه هذه واجبة. على حقاش توما صاموا مساكين، كاين اللي فيهم صام وحتى هو باقي الصيام نتاعو معلق، إلا ما خرجش الزكاة عليه يبقى ديالو معلق. أوكي غادي دير، واللي صغير ما صامش هذاك تخرج عليه. فتخرج على نفسك وعلى من تجب النفقة عليهم، كيف؟ امرأة ولا راجل، كبير ولا صغير، حر ولا عبد. هذه غير يزيدوها يعني، ما بقاش لهم العبد يعني، غير نزيدوها كي كانوا يقولوا الفقهاء وصافي. كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كل شيء تجب، حتى المولود الذي يولد لك قبل خروج الناس لصلاة العيد. فإذا ولد لك الولد في ليلة العيد أو قبل أن تخرج إلى المصلى وضعت زوجتك، فذلك المولود واجب عليك، لأنه ولد قبل الخروج إلى صلاة العيد، واجب عليك أن تخرج عليه زكاة الفطر. فإن رحت إلى المصلى حتى رجعت فولدت، ما يسالش ذاك العام. زاد مرسلة، ما يسالش ذاك العام. إلا تولد قبل بالصلاة راهي سال تاع ولد ذاك العام، راه نعم سيدي تستقبله باش بهذه العبادة تخرج عليه. ولا حتى صليت وجيت عاد خليت المرأة نتاعك في مسكينة في المشكل تاع الزحمة ديال الولادة وما ولدتش، حتى وليت وجاو ضربوا كتيف وقال لك أودي مبروك عليك العروس ولا مبروك عليك الشير، هذيك الوقيتة يا خويا قول له باي باي ما يسالش. صحيح انت جاك التليفون مع 6 نتاع الصباح وانت غادي تخرج مع 6:30 وقال لك اودي المرأة في السبيطار زيدت مبروك عليك العروس، ازيد وكانت عندك 7 وشحال ولا؟ ويت 8، كانوا عندك 8 وشحال يوليو؟ 9، كانوا عندك 9 وشحال؟ لا 6، على 6 10 ما قلت دوختو يعني انا خلعتو يا خلعتو. هذا هما اللي توجب عليك الزكاة عليهم، على وليداتك وعلى احبابك، ولا واحد خالتك مريضة جات فوتت معك رمضان وما عندهاش وبغيت تكرمها. على كل حال واحد الولد مربج عندك قال لك ما تخرجش عليا انا نخرج، خرج على راسك. قال لك واحد قال لك خلى با الله يرحم لك الوالدي ما تخرجش انت هالعام انا خرج على امه وعلى كذا، خرج. المهم اسمه هو المهم هو تخرج، اللي خرجوا ذاك هو، المهم هو يخرج، انت هو المكلف، انت تخرج. الا جا شي واحد قال لك اخلي لي ديك عمتي نخرج عليها، هذيك مرتك يسمع هذا ولد خوها يقول عمي الله يخليك عمتي هالمره الله يرحم لك والدي انا بغيت نخرج عليها الزكاه، خرج اسي خرج ما كان مشكل.